السلام عليكم. السلام سي محمد، احنا في الديبار ان شاء الله الوقت 7 درجين ان شاء الله، قاصدين ربي الجندوبة. تمديت فرنانة ومعطى بديت فرنانة بلاصة بالضبط ولاية ولاية جندوبة ومعطى بديت فرنانة. طقس بارد برشا اليوم، ان شاء الله ربي يعاوننا بركة. إمكانية نزول أمطار في الليلة. إحنا اسمها عين سليمان. عين سليمان. فوتنا لو جيت وطلعنا ديريكت في اعلى جبل في عين البير، منطقة فرنانة، ديري فرنانة الزربي وخولة الزربي. معكم محمد مغربال خولة سويسي من راديو انا تونسي. عطيني اكتشفوا عين سبحان الله. احنا توا في جبل عين الباير. احنا في جبل عين الباير. هذا تبعد شوي على فرنانة معناها صوت. تبعد شوي على فرنانة، تبعد شوي. فما عين هنا شو اسمها عين؟ هذه هي عين الباير معناها. هذيك اصلها كانت حمام هذيك. هذيك اصلها كانت حمام تجري بالناس فوق هذيك من عند الله. سبحان الله. بارك الله ما ندر هذا في تونس ما برشا فيها سماع فواش ندر. هذا واد شنو اخذ يا حمد؟ هذا واد عين البيا. واد عين البيا. هذا تبع عين البيا. هذا الكل تبع عين البيا. واحد يصور فيها حبيبي، كل ما يصور فيها حبيبي. هاي الحليم. عين البيت. لا اثنين عين. الحليمة وين هذاك؟ لا ماما. Thank you.
قالوا عندنا ارض ما ردش تضيف بالله. فتي حدا انا تشغل المنسقه نتاع المساعدات هنا في يعطيك ساعه خاطر هذا تعرفهم تو انت العائلات خاطر حدا كل برشا حوالهم تعبه حتى ولامس وخرجت هزيت معايا اخوتي من هنا ومشينا لهم تعبين في القدام في كل بقعه اي بقعه تمشي لها تلقى فيها حالات تعبين بالقدام وصغيرات تعبه وكل مشاي تعبين بالقدام وظروف انت معناها الصغار وقت تشوفهم انت وحدك اكتا وتراب عينيك وتشوف. احنا جينا هنا باش نشوفوا ونوصلوا بالصوره والصوت. ماذا بينا حتى انا ماذا بيني الصوت يوصل وماذا بيني الكلام اللي نقوله توصل والمواطنين مساكنات زوا ولا تنهز كملاهم ماذا بيكم النهار يبكوا مشينا لهم بلاش مصوره وقالوا نحبوا كلامنا يوصل ونحبوا البكام تاعنا هذا يوصل. احنا ماذا بينا يوصلوا للعباد ان شاء الله اللي هي تو مازالت ما فقدتش اللي هي نحبوا على نسيت التفيق ماذا الغالب حسب والله ونعم الوكيل فيه. تو مازالوا جاكم وزاركم هوني ما جانا جتنا كالجمعيه نتاع حمدي اول ما جاني حمدي من اولادي كاهو وريته هزيت حالتي وريته شوف حالتي نايا وبعدين هزيت الحاليات معناها نتسمى نايا خير منهم وتو تمشي وتشوفوا حالتي نايا. يعطيك الصحة أنت كي ما نخممش في روحك لا لا ما نجمش نخمم في روحي خاطر عندي نشوف كيما الراعي لروحي الراعي للغير ناي أحسن منهم لهنا. يعطيك الصحة ناي خير منهم ناي على الأقل مناعة السبيطار قريب وكياس قريب أما هما كي تشوف صغيرات معناها تتأسف وتو تشوف وتو تتأسف بعيد عليهم كل شيء هما بعيد عليهم ما عندهم كان ربي الفوق من عندهم كان ربي العالمين الفوق من ان شاء الله كيما الجمعيات تو نتاع هنا جمعيه جود وجمعيه مسيبه ان شاء الله يا ربي جمعيات هذوما ان شاء الله ما وراهم حتى حد هما ما يحبوا يعاونوكم انا حتى حد لا راهم عمده ولا راهم حاكم ولا مشي لهم حتى اي واحد ما شافهم كان ربي الفوق منهم ولا خويا حمدي وقت اللي جاء مسكين ان شاء الله ولد حليل ان شاء الله ولد حليل ونلقى ولاد حليل اللي يشوفوا المؤمنين هذوما ويعاونوهم يعطيهم الصحة هم عطاونا فرصة الجمعية هذي باش يعطيهم الصحة بارك الله فيهم جينا وشفنا وزونا بارك الله فيهم بارك الله وما زلت تشوف برشا حالات وتروح متأسف راك تشوف معناها ما وقفهمش لا مطر لا برد لا حتى شيء لا والله مسكين الوقت اللي بين فيه هو تو يجوا وقت اللي يضحوا زايد حمدي إذا ما ضحوش معاكم تو وقت باش نضحيو لا ضحوا بالكدا يعطيهم الصحة أول ما جوني عفسوا في الغرقة ومشينا موش نقول لك مسافة كبيرة نايا وحمدي وأيمن وليداتي ويعفسوا طبعوا ومشينا ووريتهم حالات معناها تأسفوا مش نقول لك خلاهم تأسفوا بالكدا ومرضوا على الحالات اللي شافوها ان شاء الله بقدرة ربي خاطي حد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تونس الكل وان شاء الله اولاد الحليل هذيا اللي جتنا وعرفتنا على ولدي حمدي اول ما جاني حمدي ولادي مسكين الله ربي ينوب عليه وربي يطيح به اولاد الحليل وان شاء الله يحنن القلوب علينا يا ربي ان شاء الله يطيحنا في نسيت باهين لتطل على المخاليق وتشوفهم وتراه ان شاء الله كنا رانا توانسة كنا رانا بلاد واحد. شو اللي ذلك تحب توصل للحكومه اللي تحب نوصل اللي كون الحاليات قاعده معناها وقت اللي كان هو بن علي عقد نقول لهم على اولادي نقول لهم روح قد ما قاعد هو قاعده الناس تجوع قاعده الناس تتعرى نحس في حالات معناها ماشي تزيد معناها ماشي وتزيد ماشي ويزيد الفقر بالاخص مع جماعه الجبل لهنا بالاخص مع حاليات ماشي والفقر يقدم انا منسيين منسيين بقعه من فيا وهاو ماش نهزكم ليها بقعه من فيا قلت لك الفوق منهم كان ربي تو هنا تو مسؤولين ما جاكم حد من تاع الولايه ما جي حد دوبه معتمديه يدخل يسكروا ارواحهم هم والمعتمد يحكم مع بعضهم ويهز كرهبته ويروح ما جي حد سمعكم قالكم ما تحبوا ما جي حد اللي نكلموه يقول ما عدنا بيدنا حد شيء فهي مثل انتخابات زاروكم ولا ما زاروكم ما زرنا حد جو فرقوا علينا الاوراق درتني عن نسيت بالسيف وثم نسيت ما حبوش ينتخب ثم نسيت هذوما مساكين دور قالوا لك من ماش ننتخبوا فتي حد خدمت حتى في الانتخابات لا يا خدمت بارك الله عليك تنشط في برشا حاجات خدمت في الانتخابات جو لا يا جماعه كيف وليداتك هكا كلموني وقالوا لي تشحتي معنا المواطنين خالد جيت تنتخب ثم اللي هزيتها بالسيف للبلديه انتخبوا ثم ما حبوش قالوا لك نحن من لامس انتخبت ولا انتخبت وندمت عليه خاطر مش تنكذب خاطر ما جانا شيء
والله جتنا نسيت كيف كاينه مساكنه تطلت علينا وتجيب لنا في الميك لو تول انتخبنا لهم ما وصلتنا منهم حتى شيء انتخبناهم شيء على الاقل يعطيونا شويه بركه ما عطونا حتى شيء ما عطونا حتى شيء استنوا استنوا بعد الانتخابات اصبروا 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 ما رانا شيء قاعده كما العاده معناها ما شفنا حتى شيء وباقي قاعدين صابرين قلنا ما تسالش انا مازلنا صابرين ولا على مازال ولا على ما زلنا ما شفنا لحد الان حتى شيء كالعاده معناها طب بالنسبة لنا نحن لهنا والجبل قاعدين كيما العاد ما شفنا شيء توا أصعب وقت في العام أصعب وقت بلا خاص عند الزوالة بلا خاص عند الزوالي الزوالي أصعب وقت ومحطوط مثلا في موقف كبير 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 توا نسيل كبار والرجل كبار شي يعملوا خا تحدد شي يعملوا مساكنات يقدوا في النار الحطب قديمهم والدخان توا تمشي تشوفهم في الكوخ كيفاش نسيت عينيها متنفخة بقديل الحطب وقاعدين مستمترين لربي خاطر نعرفوا الكبار ما يحملوش احنا صغار شويه لا يحملوا مساكين وها هو كحمدي يقول له البيت اللي تدخل لها كيفاش نلقوه راقد مسكين على جرد كليم ولا جرد جلد حتى هو بالفعل الدخان احنا ما نجمناش ندخلوا كيصور حمدي ما نجمش يبقى فيها البيت اللي صوره الكوخ لا اعلم عاد امورهم شنو يا حالتهم الصحيه معناها مرضى مساكنات هاني كلها الناس كلها مرضى البيت اللي تدخل لها تدخل لها تلقاها كلها مرضى حتى الطب معناها بعيد عليكم مستوصف هنا نحن بالنسبه لي انا قلت لك انقاذت اولادي جيت لهنا وقريبه لي المستوصف بالنسبه لهم هما تو تخرج وتشوف حالك لا عندهم مستوصف ولا عندهم فرملي يمشي لهم ولا عندهم حوانت ولا عندهم حتى شيء من حتى في المعيشه نقصين حتى في المعيشه نقصين هزيني لما كان نهار نحن وليداتي من هنا جاب حمدي شويه ماكل هزينهم اللي بتتصور الراجل اللي يحطهم ترطى المقرونه يخطف فيه من اليدين ابسط الحاجه فهمت ولا لا وتلموا علينا وهزينا شويه نحن القاضيه معناها كي هزيناها ما لقينا اللي منهم فرقه الكلها تتباكى والكلها تشاكى بالشر فهمت ولا لا حتى لو ثم مستوصف المستوصف ما فماش مساكنات بقعه موطنيه مش موجوده قريب مستوصف مستوصف ولا لا تحس تلقى لكن توصف هذيك ما تلقاش طب ما تلقاش معناتها فرنبيه قاعد سكرت تسكر ما فماش طب ما فماش طبيب حتى تمشي تهز عندك صغير يبدا استعجال يبدا حالته في البرد هذا تو الناس كلها مرضى نعرفوا القريب تو يدور صدقني كان شاف صغيرات منطقة الجوج هذية والفرنانة كلها نديها في الديار أكثر ما نقم من بس في برشا مطر ويبدأ الداخل في الدار تعسهم نديها العبيد وانت تعالج في الصغار وتعالج في الناس الكبار من دي حساسية و... حساسية حساسية وبرد ونديها البيوت الحيوت البيوت تربة ما فماش لهيش ثم لهيش مزلزة ومعناتها الناس ضعفاها يبنوا على التراب هكاك ديريكت يعمل السيس هكايا سيناريو امكانيات متواضعه نتاع متواضعه اعطيني باش يمكن معناتها وقت العمل هكاك على حسب على قد امكانيات من بعد ولدت له سكون في الدار هذيك اللي ولدت له امراض توصل تدخل الدار تلقاها خضراء معناتها بالعمل صغار صغيرات فما غير صغار يمروا بالحساسيه يولي الانسان يعالج فك الصغار هذاك مش يلزم يداويه معناتها يزيد تولي عنده سامحني سي شيء لسه ما سمعت سي رمضان تولي يمرض مثلا من اقرب سبيتار هو سبيتار فرنانه فرنانه ولا يبعثوكم الجندوبه لا اقرب سبيتار فرنانه في تجهيزات فيه في تجهيزات نجموا يرقدوا فيه نجموا يبيتوه غادي ليله وبعدين تهز لابيلانس الجندوب ديك الطب ما تلقاهمش طب الباهين ما تلقاهمش في فرنانه الصيدليات ما تلقاش بهم فايده والدواء الغالي تو وصل على والدواء الدواء يمشي للصيدليه ما يقولها مش موجود هما في السكر يقولوا ما فماش دواء موجود يعني حتى الصيدليات ما يوصلش يعني الدواء ما يوصلش عندك كارني لابي تمشي تعدي بالكارني لابي يقول لك امشي اشري دواء من الفارماسي ما عندوش عليه اللي ما يعدوش عليه ولا تدفع 7000 وتعد تدفع 7000 يمشي يجيبها 7000 يبدا يخدم هو مسكين هنا 14000 يقول تمشي تهز يقولوا لك تدفع 7000 وتعدي ما تمش 7000 ولا كارني ما تعديش والله نتصور معناتها نتمناك كي تجوك حكايه ان شاء الله مثالش تدخلوا السبيطارات تعملوا ثلج ومستشفيات تدخلوا وضعيه مزريه صحيح ان شاء الله احنا تو ماشيين خصيصا نشوفوا العباد معناتها كي توصلوا المنطقه هذيك نشوفوها المنطقه تو معناتها كيما منطقه الفجوج هذيا قريه ما فيش حتى بلديه الزبويت عشاكل تتعبى وتفيض في الامطار كيف هكا في الشتاء كان وتفيض تتعبى تتقطع بهم معناها الدنيا في الليل معناتها ما ثماش حتى بلديات اللي داخله لا باش
تنظمها في الزبويات وتنظمها في الحاجات. معناها تحب تدخل في الوضع كي نتاع شتاء تتعزل على العالم. تتعزل على العالم والله معناتها توصل توا باش تجي تاخذ خبزه من هنا بالبو تمشي بالطباعي واحد. والماء والواحد مازالت مناطق مازالت ما فيهاش الماء ولا لا موجود فيها الماء موجود فيها الضوء لكن مشكلتها في الطرقات هذه قال لي باش نمشوا لهذه ما فيهاش الماء لا ثم اللي فيها الضوء ثم المعدين لا ثم المعدين خاطر جديده هي خارجيه جديده كما الشرار ده مثلا كما الشرار اي خارجيه خاطر حتى بركي عملنا معاينه غادي كنا نقوى بيت عبي من الويت في الماء يعبوا من الويت يبقى بيت عبي في الماء في البيت يشربوا بادن وعلى الزمان ودخلنا برشا ديار ومعناها حالتهم مرزية بالبيت ناس تعبة وناس حفية وناس شباعة ثم شكون تكلم قال لك ثم طلب مقرونة ونوقف فيها على ثلاثة أيام مقرونة ثلاثة أيام وعائلة احنا خرجنا مرة فاتت عملنا معاينة انتم اولاد عم في المنطقة هذه بلاصة في منطقة واحدة ما تحكي على المناطق اللي بحذاكم انتم في فرنينة توا في فرنينة سونتر انا نحكيك على المعتمدية نتاع فرنينة سونتر هذه تيعنا البرة هذيك وكنت اكثر من اكيد تشيلها من السادسة باش تخليها وتتواصل معناتها باش تدخل يمكن من بعيد ترجع ما تجيبش هذيك باش تدخل معنى انت حاسب بالمعاناة نتاعك انت هما اكثر معناها الحمد لله عايش والله انا بس كلها تاعب والناس كلها والله نسكن نحن سنه في القريه لهنا انت وين تسكن حاج؟ ها؟ حي بمازن هنا والله الشعب مشتكينا من الفلدون غرق الواحد بالشعب والله مشتكينا الكياسات معناها ما ما يعدوش فماش كياس ما عندناش كياس نحن ثنيه عربي ثنية عربية معناها في الوقاية هذه مطر مع واحد سايب يعني ما نجمش نتعدى زير نهار تحمل الشعب هذيك الوين ما نجمش نتعدى شو اسمها البلاصة؟ حي بن مازن هنا حي بن مازن فيها قداش سكان حسب رأيك؟ تلقى 30 دار 30 عائلة؟ اي 30 عائلة وشنو آخر مشاكلها هذه؟ كاين ثم عباد ديارها مازال في حال مازال معناها في الوضع هذا مازال في الوضع كان ما معطيهوش بكويا نجمو مطالب في البال معتمدية تجي المعتمدية تقال مطالب حقك ومرك وحقك تمشي تقابل المعتمد يقول وش نم حتى خلي المطلب تقال المطلب على طاولة المطالب الملفية يقول يستنوا يستنوا وإحنا هذه هي التمنيات اللي قاعدين معناتها قاعدين مشاوش احنا صوتكم ان شاء الله بكثر ربي يوصل لها مش نوريه لهم بالصوت وبالصور يا رب عم نفهم يا رب عم نخدموا حطونا باك الحظاير شهر يخلصونا شهر ما يخلصونا انت تخدم في حظيرة ما هاي حظيرة شنية توا عندكم مشاكل في العمال الحظاير سمعنا شهر يخلصونا وشهر ما يخلصونا بو عائلة بو عائلة قري عندي زوج حتى في الجامعة ربي نجحهم شهر ان شاء الله ينظروا لكم معناها ويسوي لكم وضعيتكم رحم وديك شلون تحب تقري وتحب تجاهد على صغارها لكن امكانيات ما ثماش وتلقاها الصغير عامل مجهوده نعرف احنا حتى كل شيء راهو في حتى في الاحصائيات ريناهم اعطيهم الصحه 19 وجي 18 وكذا اما الفقر اللي خلاهم نحب نقول لكم حتى الكفاءات اللي في تونس هذوما رجال تونس كلهم راهم متخرجين من بلايص هكا صحيح من بلايص هذوما راهم ناضلوا راهم قاوموا وان شاء الله ان شاء الله هما موجودين تو ان شاء الله يحسوا بالوضع نتاعكم ان شاء الله يعالجوه في اقرب وقت هنا يمشوا للمعتمد ويمشوا للعمد ويمشوا معناتها العمد راهو تنحم على فكره ما عادش المعتمدين ما فيش معتمد المواعيد والتمنيات تقول سيء معناتها اموري ما عندناش معتمد شهرين وثلاثه ويستنى تقريبا 30 يوم ولا اكثر من عندنا معتمد عندنا شيء مسكر كان كل الكعبات متوظفين يجوا ما فيش معتمد تشكيلي لعباد مثلا فهمتك لا تمشوا معناتها نتمنى تمشوا معناتها المعتمديه تمشوا للسبيتار وتعمل معناتها تبدا كمواطن عادي توصل غاديك تسال على الطبيب تسال ما ثماش تسال على المعتمد يقول لك ما ثماش يضرب بجمعتين ما ثماش يا خويا قابلني خذ كلامي معناتها وميساج لازم ياخذ كلامك ويقضي في نفس الوقت زاد مش ياخذ هو محطوط غادي الجمعه مش يقول جمعتين شهر شهريا ما يسالش اما يكون في وعد ودي فهمتك كيما نقولوا هو مش عنده
سالي. شوف عائلتي هو مواطن كيف لعبه ما يقابل الشعب يتنحم بكلمة. هو محطوط غادي راه باش يخدمكم مش عنده باش يعطي مجابة ولا مش مش مقلي هو كي قابل الشعب يعطي كلام هو كي محطوه توه هاكل لا نعرف ظروف الدولة ونعرف مخزن لهنا في فرنانة أولاد من فرنانة معنا من متساكنين في فرنانة وفرونا مخزن لهنا الحاجات المفروزة الكل نهزوهم للعائلات غاديك والحاجات المش مفروزة نخليوه في المخزن وهم الأولاد في وسط الجمعة يفرزوا ويبعثوا العائلات اللي عملوا لهم استطلاع هذا الإطار التنظيمي تدخل الجمعية باش الناس الكل تكون معناها متساوية في الإعانات هكا الناس الكل تكون متساوية باش نحاولوا تصير تكفيوا الناس الكل تصير التوزيع بصفة متناسقة معنا بسم الله وخاطر احنا يجونا برشا يعانات في السجن ما نخلوش نفرزوا كل شيء مثلا نوليو نخليو لهنا هذا معناها سي امين تجب تقول فرع نتاعكم في فرنانة ان شاء الله احنا تو باش نحاول ان شاء الله نحلوا فرع معهم لهنا قاعدين نسكو شوي فرع جمعية الجود نتاع فرنانة لهنا ان شاء الله خاطر نحب نكون عمل دائم معناها ان شاء الله لازم شكون لهنا يقعد على عين المكان باش يبدا هو كفرع يولي ينسق هو صحيح ينسق معنا واحنا نبعثوا له كل مره نوليو مثلا الاعانات التنميه كبيره وهما يتصرفوا يوليو هنا نقطه توزيع فهمت ينظموا هما ويشوفوا العائلات يربحوا الوقت ان شاء الله ربي يوفقكم سي امين بارك الله مساعدات كبيره معنا هذه مساعدات الشعب التونسي مساعدات هذه فما شكاير نتاع اكياس نتاع لباس فما اكياس بالنسبة لاكياس قبل هذوكم اكياس الاكياس الكبار هذوكم حاضرين مفرقين مثلا كل كيس كبير يعمل نتاع رجل ومرأة معناها منظم ومروات منظم فيه ما تلقى فيه مثلا ثلاثة سواري ثلاثة سراي وثلاثة كباب على اي اساس تنظم معناها تشوفوا النمبر نتاع العائلة قبل ما هكاك احنا كي نمشيو المره اللي فاتت كي مشينا عملنا استطلاع عملنا شفنا العائلات عندنا معاينه نشوف قداش عندها من صغير شنو الحالات قداش الاعمار ونحطوا في الشكارة نحطوا الحوايج ولا سشيت خليهم يعملوا ولا سشيت اسمع عندهم ولا سشيت عملوا عندهم هذاك فما يا شيخ خاطي حد صعيبه خاطر كلها طبعة الدنيا غادي ما طولش برشا في التصوير انت تو لازم تمشي تشري بوت راحت انا بعث معاك تاع لوجيستيك يمشي يشري معاك يمشي تاخذ بوت ولا يمشي هو المرشي يفوض بوت فهمت سهلة هاني خذ لهم هاني صالح نظر زين سباب تمتع صغار خليها بس السنيات بالنسبة للثانية هذه شنو هي أمين؟ فما شفنا الكاميون هذه تفرغ فيها الكاميون هذيك باش تفرغ منها اللي مش مفروض تمشي معناها لنقطة التخزين غاديك واللي مفروض باش نهزوه خاطر الكاميون ما تنجمش تطلع على الجبل وليو ناخذوا هذه صحيح هذه باش يمشي تفرق للعائلات تو هذه المفروز معناها فهمت يعطيكم الصحة تنظيم معناها هذا ومو تنظيمين الأولاد كي نصبوا فرنانة الأولاد خليها هنا هاي شنو نوع ما نعرفوش اذا شكون الفرماسيان وانا معنا فرماسيان ها هو طبيب وانا طبيب ها هو معنا فرماسيان اخوي نتاع معنا دخ دخ سيروا الكحة هذي من العمر العمر عندك الصغار سيروا فوق من نهزوه معنا باش نلقاو حياة غادي ولي يعطيك هزوا طريف هزوا طبيب ولي يعطيك كيف يسحق غاديك باهي من العمر ما قلتش قداش العمر راه حتى كشي 12 سنة باهي بيبي حتى اي حتى الكبير ينجم ياخذ منه شي جيت بيبي سي وجي يعني بيبي تعطوني منها هذاك هذاك الداخل وجي هذا دواء دواء للصغار دواء كحه اي هذاك الداخل هز منها شوي هز منها شوي هز حالات حط غادي الداخل ومن بعد فهمتي الله يبارك وجي وجي هو الممرض نتاعنا فرمي نتاعك المساعد نتاعنا اي وجيك ما جيتش اليوم هنا ما يعرفوش الدواء شنو والله هذا نستغرب خاطر بكري نسمع قال لك مستوصف كامل وما فيش طب ما يجيوش يعني طبيب قاعد يتعزز يعني انساء اخلاقيه المهنه ونساء اللي هو عادي معدي عن سيرمون اللي اسمه سيرمون تيبوكرات اللي هو هذايا سيدك سيدك يقسم بدين الله مرحبا بك يقسم بدين الله اللي هو باش يعاون كل مريض وزوالي اول حاجه يا اخي من سيرمون ديبوكرات طلع أدى لسيرمون ديبوكريت مرحبا بكم سيف احنا تو في المخزن المنطقة اللي مش مفروزة يتحرك بسم الله عليكم السلام ورحمة الله بالنسبة للمساعدات هنا متنوعة كما تشوفوا أختي
الجريري حتى المصاحف القرآنية. كتب هذه سبورة لعب الصغار صدر واحد حاجة فرارش كتقول لنا الساشيات الكحول هذوما شنو هي بالضبط؟ دبش دبش مفروز معناها محطوط ال اي دبش مفروز صغار كبار على كل عائله معناها عندها ساشيه كي لا هذا بور لو مومون مازال ما تفرش في العائلات مي مفروز ك كمثلا كباب حاجه كل حاجه وحدها فهمت حوايج معناها حوايج وفرتوا حتى نشوفوا سبورة نتاع الصغيرات هذه هاي هاي سبورة للصغار ولعب حتى فضلي فضلي لعب ذي الصغار صحيح كتب قرآني ما شاء الله جريري نسق بالنسبه لنسق المساعدات كل يوم كل جمعه هكا ولا يتضاع فما تشادوا فما نمو معناها فما نمو فما عباد معناها قاعده تزيد تعاون فما ناس تعاون كل جمعه مرتي بالنسبه لهم مواد غذائيه كما قاعدين نشوفوا كما قلنا ذا المخزن تتعدل المساعدات اللي مازالت ما تفرزتش ومازالت ما تنسخت خلف ما تنظيم امور تنظيميه يتم المعاينه ثم تم جلب المساعدات ثم وضع قائمه بالاسامي بتاع العائلات حسب ما حدثنا امين مسؤول في الجمعيه ثم نتوجه ان شاء الله بعد ما نهبط الحموله هذه نتوجه ان شاء الله للمنطقه نتاعنا اللي باش نوجهوا المساعدات حسب ما علمنا انه هذا المقر هو مش رسمي فرع الجمعية قرآنية تبرعوا به الوخيان يعطيهم الصحة وقتيا باش يحطوا فيه المعونات اللي جات من العباد حتى ان شاء الله في القريب العاجل يلقاو مقر رسمي ان شاء الله باش تكون فرع للجمعية الخيرية هي المنطقة ذي كما تشوفوا هم متضامنين ياسر مع بعضهم ذي الأخ فتحي معنا جاي من تونس من الزهرة سي فتحي كيفاش شفت تفاجأت بالوضع أنا متفاجئ من قبل ما توزت تفاجأت على عين المكان أكثر كيفاش معونيات تبارك الله معناها ما كناش نتصور احنا بالانواع الكل معناها يطلبوا لاي انسان من ماكله من حوايج من الحمد لله مازالت فما رحمه في البلاد ان شاء الله يعطيك الصحه سي فتحي ربي يسلمك ان شاء الله هذه هي زملاء كنت معنا البرة توقيتهم حبيت مد يدك للبركة ها هذيك ساحة واحد على الأقل يعمل
شوف العباد شنو المرض اللي عندهم وشنو الدويت اللي عندهم وشنو اللجنة. كتعرفنا بروحك لا أخي ها؟ بس بروحك ميسالش لا نسمع صوتك برك. المهم عرفنا بروحك انت كبير كبير داخل مع الجمعية داخل الجمعية ايه تقدمك دويت هذوما معناها هما كيفاش جيت للجمعية دويت لا ما عرفتش هذه اكيد تبرعوا بها عباد وحطوها اما كان لازمها فرز صغير وكذا اي شوف شو عندك المشكلة فيه ما نجمش نزم هاي دويت نزم على الاقل نشوف العباد على خاطر ينجموا يوصلوهم هما ينجموا حتى الاولاد لهنا نتاع الجمعية هذه يوصلوا دويت من بعد اما لازم نحط اسامي واحد هذاك علاش نعملوا دور على العباد غادي ونشوف شكون اللي محتاج دواء ولا حاجه بعدين نحط الليسته ديجا عندي كرني قايتيه هي اكبر مشكله عندهم الترونسبور برشا منهم تلقاه ما يمشيش الموعد نتاعو ما يمشيش اكثريتهم دكتور امراض مزمنه لا بالعكس اغلبية الامراض المزمنه اللي عندهم غاديك اللي عندهم امراض مزمنه سكر ودم واحد تلقاهم يتبعوا راه بالنسبه للمشكله فيهم لكن هم تشكيوا فما برا قالوا ما فماش طب يعني معناها صحيح عندهم الحق فماش طب فما ظهر لي دكتور فما مواعيد ما تنجمش تاجلها في الدواء نتاع الكونترول نتاع المريض لازم يمشي في الموعد نتاعو معناها لازم يمشي في الموعد نتاعو ما تلقى واحد ما عندوش فلوس باش يمشي ياخذ ترونسبور باش يوصل الموعد باش يعمل تعقد العباد تبيع الساعي نتاعها باش تمشي بعد للمريض كيس ظهر لي ثم دويه وزيد مشكله نتاع واحد اول ما ندويه مشكله هنا لازم مع الوقت يتم اطباء الاختصاص هما باش يجيب شي عادي على القلب نتاعو لازم يهبط لتونس وقاعدين يزيدوا راه قاعدين يزيدوا اطباء الاختصاص قاعدين يمشيوا طول ان شاء الله معناها المشكل في المنطقه الداخليه تبع الاختصاص معناها في الاختصاص والاهم حاجه الماتريال يا اخي بسبعه طبيب نتاع قلب متبعث معايا كوه كاو باش تخليها كيكا إيه؟ ما لازم تبعت مع الماتريال باريس بالنسبة للباريس متاع البرد ما يتحقوه برشا لهنا انا برد يا شيخ لا ما شاء الله اليوم بالعكس خير منا نحن اللي عندنا مشاكل تاع البرد يا دي عايش في البرد لهنا وانا الكامل يتحرك خير مني منك صلي على النبي كوبروفي ما يتعطاش كيك عمرك ما تمد اي ما تمدو كان عنده هو واحده باش تمدو مره هكا كوبروفي ياخو حربوشتين منهم بعدين يقعد هكاك بوت بالسيف ما لبسته ازع تحاميلة في زوز مرحبا بيك تفضل مرحبا بيك دو البرد مرحبا بيك انا مش مرحبا نزيل لو دكتور احنا كي مش مشون باش تعطي كان الحاجات اللي تنجم معناها خاطر تعمل انت بالنسبه للتنظيم خير الاولاد لهنا انا نكتب الاسامي نتاع شكون محتاج وشنو الاسم والبلاصه فين وهم يوصلوا خير خاطر ما نجمش نهزم عيد ويا فقط حاسبين على ظهري وندور على العباد ما تجيش كيك فهمتك تسوى تو شي تعمل لهم معناها انت نمشي نشوف شكون اللي محتاج بعدين كيما المره اللي فاتت تعدي له معناها اللي يتشكل من عنده مشكله معينه وما ينجمش يهبط باسم السيد هذا رجيل كلهم طب في تونس يمشيوا على منوالك لا فما اللي خير مني برشا خير مني تواضع مستواضع فهمت دابو زفر فاضيك ودي دوران شنو هذا؟ دي نفسك لا في بالي اما كان مستعمل ولا ايش؟ هذه مش مستعمل بها هذيك نتاع الانسولين؟ هذه مستعمل هذه تطيش انسولين مزرق انسولين نجم انا من بعد كي ندور ناخذ الاسامي تاع العباد نجم تبعثوا لهم انتم بعد يعني اي معناتها تنجم توصلوا خير من اللي نقعد خير من اللي تبقى جست لازم نثبتوا شويه في
كل واحد يشوف فرماسيون معكم فرماسيون هنا هذه فرماسيون من نخليها هكاك خير من بعد نجي نعطيكم رسالة ونفرس وهو تيفرس هو يفرس هذا منتظرون برشا مهمش برشا كيف هذا شوف معايا من برا رجعتي معايا فهمتني ما شاء الله معناها هذه هي المساعدات بالنسبه لليوم وصلت للبيت تبارك الله ما شاء الله كان هبط السرعة كل سيء كم سيء منين سلام اخوي سلام شنو هي الاسم انيس مشركي انيس مشركي شبيك انيس عندي ساقي ويوجع فيه وظهري هذاك ما نجمش لا نجم نخدم لا نجم نمشي لا حتى شيء يعني حتى كذا نمشي نمشي بالسيارة فهمتك فهمتك بالنسبة للحالة نتاعو على حسب الأوراق اللي عنده عنده مشكلة نتاع مرض مزمن في الظهر يلزمه باش يهبط لتونس باش يتبع في قسم البرد في الرابطة عطاوه جواب من الوثائق دكتور يرجون معناها حكيته ما طلب مش ماهيش يورجونس ايميديات اما اللي يلزم يبدا يعالج باش ما تتطورش الحاله باش تتضعف الحاله نتاعو اي تنجم تتضعف مع الوقت يلزم يبدا ياخذ دواء ويبدا يتبع الاسباب الراجعه الاسباب الرئيسيه نتاع المرض هذا شنو حسب رايك انت حسب تشخيصك لك ما نجمش نقول لك معناها شنو هو اسباب باش نقول لك المرض شنو هو مرض مزمن في الظهر فهمت المرض هذا يلزم يتبع عليه ديما مرض مزمن هذا يلزم لازم تعرف اذا كان ما يبداش ياخذ علاج المشكله باش تمشي وتتطور اكثر وباش تمس اكثر الفقرات فهمتك الملف الطبي نتاعو معناها مشخص الحاله نتاعو التشخيص ماهوش نهائي على خاطر لازم يمشي يهبط لتونس ويتبعوه في قسم البرد باش يكملوا تحاليل اخرين باش يعرفوا شنو هو المرض بالضبط هل هو اللي شاكين فيه لهنا واللي في التصويره تنجم تقول لك هو تقريبا المرض الفلاني اما تنجمش تعطيك بالتحديد المرض هذاك ولا فهمت لازم يكمل معها التحاليل وكي يتاكدوا شنو نوع المرض بالضبط يزم يبدا ياخذ ويت نتاعو بالملف اللي قدامنا دكتور سامحني اخر مره معناتها اخر مره عنده عام اللي عاد عام معناها الحاله تنجم تكون تطورت نجم تكون تطورت نجم انت تحس في روحك زادت حسيت زادت الوجع ديما هكاك ديما تزيد الوجع يعني باش تكف ما تكف الجمله ديما تزيد فهمت كيف حتى نقعد يعني كذا قاعد كما كانت توجعني فهمت كيف حتى كذا يعني كي ساعات كي نرقد توجعني الاوجاع فهمت كيف فهمتك المشكله الاخرى اللي عنده توا هي مشكله الكرني على خاطر مرض مزمن لازم يتبع عليه لازم يعمل كرني باش ينجم يقعد ديما كرني عيليش معنا كرني عيليش الكرني قال دفعوا الطاوله وفقوا له عنده عام تو انت البلاصه اللي ترقد فيها كل يوم معناها تقعد ما تتحركش برشا انت بالطبيعه ما تنجمش تمشي وتتحرك البرد يزيد كمل عليه البرد معناها هنا نشوفوا معاك هنو هنا الحيوانات هذوما متابعينكم انتوما معنى انت وياهم فرد بيت دكتور نجم يزيد يضعف له حاله نتاعو من بالخصم البرد هذا ماهيش حاله نتاع عبد باش يقعد عايش مع الحيوان الكلمه مع الهوايش نتاعو فهمش هذوما المكسب خلينا الباب وعندك نعاونهم شويه شوف تريتان مانيش ما لقيتها ولا لا ما ندري حتى الاوراق ما نديرش عليها وشرحتها روحت لاوراقها ما عنديش عقل ما عادش عندي عقل خلاص ما نشوفه هو كي قطع عقلي ما عادش والحافه ما انت لما كان يتم انت اخر مره من قلت ماشي الوسيله باش تشوف الكرن هاي حتى بس بعد ذيك ما دميش هناك انيس حتى الدكتور يتلي شوف لنا الملف نتاعك الطبي انا نحبك تو تقول لي في كلمتين رسالتك انت تو المساج هذا باش تعدي لك باش تعدى رسالتك مباشره مسؤول في الصحه ولا حتى وزير الصحه ان شاء الله باش نوصلوها شنو تكون معناها مطلبك انت انا المطلب نتاعي يعاونوني يعني يعاونوني باش نداوي وكل شيء كيفاش يعاونوك يعملوا لك الكرني يعملوا لك الكرني كرني كان, كان عاملوا مزيان عاملوا لي فيها شهريه عندك بطاقه اعاقه انت
يعطيك الصحة. عملتها ولا مازلتها؟ مازلت ما عملتهاش. حتى بدي تاخذي عقدها مازلت. مازلت. مصبوبة وما خرجتش. مصبوبة لي وما خرجتش راحت. فانا اعطيني البلاصة اللي سبيتوا فيها وين بالضبط؟ في شؤون اجتماعية في جندوبة. في جندوبة. شؤون اجتماعية في جندوبة. احنا خاطر هنا في ولاية فرنانة في معتمدية فرنانة. معتمدية فرنانة ولاية جندوبة. ولاية جندوبة البلاصة بالضبط شو اسمها هذايا؟ هذه وادي جواد. هذه وادي جواد. اي مدرسة الأصدقاء. أنت الوالد نتاعو. لا بابا هاي. يا بابا حسين بن رابح مشلقي والله عانيتها ياسر والله اكثر من 6 سنين برا في عند الطب هزيتها للطبي بسبقس هزيتها سبيتها بسبقس وحالتك الماديه ما تسمحش معناها يعني. ما تسمحش ما عنديش ينوب الله ما عنديش خلاص ينوب علي الله هزيتها سبيتها بسبقس سبيتر صنفيل في نابل هزيتها سبيتر نابل عصر هزيتها سبيتر ريانا هزيتها لتونس باب سعدون تو كيفاش تعمل انت كيفاش تتنقل تو ما في تونس باش تنقل لازمك مصروف والله مصروف والله العظيم وليد الحلال يعاونوا فيا وساعة ساعة واحدة ولد الحلال يهزني بكرامتي يوصلني ورجعني والله ساعة واحدة يوصلني بكرامتي ويرجعني بكرامتي كيفاش دكتور؟ لا لا حبيت نعرف شنو هذا سيرتيفيكا ميديكال مادتها له طبيب مادتها له طبيب قبل وجيه تعرفت على السيرتيفيكا هذيك هذا طبيعي لا حبيب كي هكاك كيما حنوا عليه هذا من يعطيه كيما تعرف هذا من يعطيه شيء لك المسكن نتاعو انت هنا حاطينه مع ما فماش بلاصه اخرى لا هنا ما لهوش هنا حاطينه لا حبيب وتفطر الاخير يعمل كي هكا تفطر المطر شو اسمه فيها البر حتى ثلج عن والله صور تربيده تعرف كنت شوف والله العظيم هاي طول والله اقسم بالله قبل ما تخلط يمكن بساعه كنت نقضي في النار ومعناها الحمد لله ها ونقوم تحت بجبتها باش نحطب الشح ما كانش نفسه بالساعه ولاد عمي كان يكذب عليك ما عنديش حاشيك ما تكذب عليك ما ذكرش التاريخ اللي صبيت فيه الكرني نتاعك شوفوا لا حتى فاش نطيب وحاشاكم حتى الكليب ما سكتش صبيت بس ما هو انت انيس نسيتها والله انيس مشري التصوير التصوير التاريخ التاريخ بالضبط ما ذكرش وقتاش لا وجه شر نسيتها لا مش شر شر ونهار نسيت بالضبط كانت عندي ما ذكرش انت انيس كانت عندي الاوراق نتاعها كل الاوراق كل اللي لنا حتى مشات اعاقه وقلت لك مصورها هو عندي مصور كل شيء مصور كل شيء وحتى النمر يعني التليفون نتاع الاستاذ اللي ثبت عندها الكرني عندي فهمت كيف هذا كان طيب فيها ولد عم هذا كان طيب فيه هذا كان معاون هذا طيبنا فيه عشان البال حتى عندي حتى بفي حتى بفي لا تلقوش عندي بفي هذا مقصي هذا طيبنا به البارح عشاينا هو البارح مولد ما عملتوش لا هذا طيبنا هنا ولد عم هذا كان هو قدرنا عليه ما كذب قدرنا عليه الصباح شوف اش طيبت هنا هوني هوني بيدرا السيد اليزك هذا فشنيك حاشاك من الكليب ما تاكلش فيها واحد نحن اخويا حاشاك الله غالب هذا كوم الظروف الظروف وكان جي عندي نخلي روحي كي هكا نخلي حالتي كي هكا كان جي عندي واش بني ما نشريش معون ونشري حالات اللي ناكل فيها علاش نقعد ناكل كي هكا اوكي هرب بالاخر نطلب منكم اصبروا معنا شويه في الحرب واش نعملوا ولاد عمي ربي يعطيكم وربي يبارك لك دكتور ما زلت تلوج معهم في خيط على الورقة اللي صبوا بها ورقة كبيرة أنا مع محانيس اللي بها الحاجة هي اللي هذه خاطر لا لا هذه كانت طاعة هذه كانت طاعة ها؟ لا واش ما جاتش؟ هم زدنا نمشي لا واش؟ واحد بالله ما نسمحنا حتى كنت جيت تشوف الشعب منه بسميتنا